أخذناش حاجة معانا ولا أخذنا إشي، طلعنا بنجري في الشوارع والقزاز يدخل في رجلينا. حرق قلبي. إيش عمل؟ سووا ولد يدمي دلعين. هم ضربوه، كانوا قاصدين على الدار، إجا جنب الدار ويتقم منهم. يعني هم كانوا هسه يلعبوا كرة قدم، يعني ما كانوش مصابين لحد شيء، يعني اجوا ضربوهم صاروخ. يعني ضربوهم صاروخ وبلعب وانقصوني. الناس بيناموا في الشوارع في المدارس عشان اليهود هدوا دارهم واحنا بدنا نبني لهم دارهم. رحنا للوكالة، الوكالة قالوا خلص انتلت واجينا احنا هنا ورا الناس. اليهود هدوا المدارس واحنا راح نبنيها. ولا تغزل الشنب الهب ولا اكل ولا ملعب تعطيهم لعب. جينا نايمين لما بصبح لقيت التلفزيون بتفجر فيا والهذا والحيطان كلها وقع علينا، مش قادرين كنا باقيين من الخنق. انتصروا لفلسطين، ساندوا غزة.